في شوارع العاصمة بغداد وساحاتها العامة وفي العديد من مناطقها غدت صورة التجاوزات واستغلال المباني والأرصفة والساحات أمرا شائعا تراه في بغداد مثل ما هو شائع في بقية المحافظات، الأمر الذي دفع أمانة بغداد لتنفيذ حملة واسعة لإزالة تلك التجاوزات حفاظا على نظافة وجمالية العاصمة بغداد. حاليا الدولة فعلت قرار 154 اللي هو ينص على تجاوزات والمخالفات على أراضي الدولة، وإحنا حاليا مثل ما تشوف هاي الحملة تنظيفية للأرصفة الشوارع من شنابر، بسطيات، لوحات إعلامية، يعني نصادم ويا الناس أحيانا، والناس أكو ناس لا والله متعاونة ويانا، بالعكس أكو ناس تفرح أنه إحنا نازين بجدية دا نعمل. المواطنون المتجاوزون وخلال مشاهدتهم فريق قناة الرشيد الفضائية سارعوا بالتجمع للتعبير عن معاناتهم، مطالبين الجهات المعنية بتوفير حل بديل لهم. نسأل الحكومة، المواطن العراقي الفقير اللي يمتلك محل يعيش به هو وعائلته، شنو نوع البديل اللي إله؟ أنت راح تجي تشيل هاي المخالفة، شنو بديلك عنه؟ وين يقعد بالشارع يسول؟ والله يطبق على راسي حطه، وأنا أول واحد أزيل مخالفة مالتي، بس خلي يوفروا لي مصدر رزق لعائلتي، أنا عندي 5 أطفال ومتصوب. ويأتي ذلك ضمن الخطة التي وضعتها أمانة بغداد لإزالة جميع التجاوزات في العاصمة خلال مدة 3 أشهر بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد. حملة لرفع التجاوزات تقيمها أمانة بغداد في وقت يطالب فيه المواطنون الجهات المعنية بإيجاد حل بديل لهم بدلا من اتخاذ تلك الإجراءات. من بغداد غيث محمد، قناة الرشيد الفضائية.